السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، ما عناش نتهزؤوا ولا حاجة، بصح هذه حقيقة، وين انتقادات لاذعة للمدرب قطر، يعني مركز يعني وين مار لوبيز هذاك بعد يعني تعثره بعد التعادل مع كوريا الشمالية، وين وقيلا خسروا داروا ماتش نيل، وين الجماهير القطرية تطلب بعودة جمال الماضي لتدريب المنتخب القطري، يعني باش يزيدوا يكملوا الباقي. لذلك حنايا وين وجهت انتقادات لاذعة الى المدرب المنتخب القطري قطر الإسباني ماركيز لوبيز بعد التعادل المخيب ب2-2 أمام كوريا الشمالية في مباراة الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي أقيمت في الفيتنام، يعني أقيمت المواجهة في ظروف مناخية صعبة بسبب غزارة الأمطار، ما اضطر الحكم المواجهة إلى توقيف اللعب لبضعة دقائق، وهذا ما تسبب في تراجع مستوى الفريق العنابي بشهادة الحارس مشعل بن راشم، والذي قال أن الأمطار أثرت بشكل كبير في تدهور أرضية الملعب، ما حال دون وصول إلى المرمى كوريا في آخر 20 دقيقة. يعني وين هما الجماهير وين تطلب بعودة جمال بالماضي، يعني وين قال لك حنا جمال بالماضي هو اللي يعاود يردنا للسكة السكة الصحيحة. وين أحدث لوبيز تغييرات 2 على التشكيلة الأساسية للمنتخب قطر في مباراة كوريا الشمالية مقارنة بالمباراة السابقة والتي خسرها في الجولة الأولى داخل الديار أمام شقيقه المنتخب الإمارات، وذلك بإقحام همام أمين بدل من محمد وعد وعبد الله يعني يزيدي بدل من إسماعيل محمد. يعني الإمارات زادت خسرت في بلادها، ورغم اللعب المنتخب الكوري الشمالي ب10 لاعبين منذ الدقيقة 28 لم ينجح لاعبون العنابي في العودة بالنقاط الثلاثة رغم تقدمهم في النتيجة بهدفين لهدف قبل نهاية الشوط الأول، لكن الوضع اختلف كثيرا في الشوط الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية. يعني وحمل اللاعب القطري السابق مجد الخليفي مدرب العنابي لوبيز مسؤولية التعادل والذي اعتبره بطعم خسارة، وذلك في حديثه خلال برنامج مجلس الشهير حيث قال الحظ موفق لمنتخبنا، إنه تعادل بطعم خسارة، ظروف جوية وملعب سيء أسهم في تقليل مستوى منتخبنا المعتاد. وتابع المحلل القطري الفريق الكوري الشمالي لعب ب10 لاعبين منذ الدقيقة 28، أي أننا لعبنا تقريبا 65 دقيقة وهو منقوص العدد، وأرى أن تبديلات المدرب الغير موفقة مطلقا، أعتقد أنه أجرى تغييرات لأنه بدأ بتشكيلة خاطئة وأساسا بعدها يعني أقحم إسماعيل محمد ظاهر أيمن كان من ممكن أن يبقى على يزيدي. وما كاين يشوف انتقادات نورمال عادي، ما يشوفوا فيها باللي مدرب مهما كان مستواه أو يعني تحكم عليه النتائج. فانيك جمال بالماضي وين حقق أرقام في قطر ومن بعد عطاوه المنتخب الأول في كأس آسيا، راح شارك خسر، خرج بدون أهداف وبدون نقاط، يعني المنتخب في ذاك الوقت 2015 ما سجل لا هدف ولا نقطة، يعني ما دار لا ماتش نيل ما ربح، يعني خرج 0 نقاط. أيا داروا له إقالة بدون ضجيج، نورمال عادي ما كاش مشكل، قابل روحية تبقى لك هيا روح تروحية كيما هكا داروا لها، يعني ما كاش هدرة كاع هو بروحو قبل الإقالة تاعو كذبها وسكت وصاي. هذا مكان مش كيما انا يا لاكو خليتو حقق الحلم تاعو، يا ودي خاسر مع موريتانيا لاكو حقق الحلم تاعو، اش حلم جات عند فمو هكا باش يسرطها قاعد يبريكولي فيها
اداوها له الكاميرون راحوا لعبوا كوب دي موند، وحنا قعدنا نشوفوا وقعدنا نقارعوا. يعني واحد يغسل في الكلاب كاع النهار ويجي مول الكلاب باش يغسلهم، ويجي في الليل يقول لكم روحوا نعطيكم قوانين تاع الفيفا، واحد يظل يراكب فوق اسبانيولي ولا يجي يقول لكم روحوا نعطيكم حقائق الفيفا شقات لنا، وحده رابده كاع السقيه تاع الاوروب وتاع الافريك رابدتها في كرشها السقيه كاع. ايا ولا تقول لكم انفرتينو قلنا حطوا الملف وانا ندبر راسي ديك زوجة قاسامة، واحد ذاك مشاكرة جوليان يعيطولو جوليان، يعني وين ماشي معروف بالكاذب، هذاك اب بالكاذب والهيصر ولا يتبع فيهم. هذه هي وين وصل الخليفي منتقد المدرب لوبيز بقوله تدخلات المدرب خلال المباراة خاطئة، دائما يهتم يعني بجناح الأيمن والظهير الأيسر، تبديلات اللعاب بلعاب في النصف الأخير من الشوط الثاني، مدرب يتحمل جزء كبير من مسؤولية إضافة إلى سوء الأرضية الملعب. قبل أن يختتم، لا أحمل اللاعبين مسؤولية، هدف كوريا الأول جاء من خطأ وكل الهدفين صعب على الحارس بالراشد، لقد كانت هناك براعة من الكوريين الشماليين، لكن يعني فريقنا كشكل فني كان أقل من المعهود وأقل متوسط. شوفي باش على هذيك نقولوا بلي اليوم المنتخب القطري والجماهير القطرية وين تطلب برجوع جمال بالماضي يعني صاحب اللقبين الاسيويين، وقيل هو دا وقيل معهم زوج القاب اسيويه، لا ماشي هو، لا الخدمه تاعو نهار اللي جاب لنا كوب دافريك موراها الاخرى قاطر دات لاكوب. ايا قال لك العمل تاع جمال بالماضي وقالها قالوها كانوا يقولوا فيها. انا حتى احسب باللي هو داها مي قاعد تشوف شنو ماشي هو كاع هذيا. هاو انتم راكم حاسبينها سهلة ولا هاي عنده فرصة باش يروح يدرب ولا يحترم يا اخوان، عنده فرصة كبيرة. ينجم عنده زعما فرصة كبيرة باش يدرب قطر، راه لا عمل لا والو، يبين أيا ويجي يلعبونا لهنا ويربحونا قطر تربحنا، ولا في كأس العرب يبين حنا تيدي يكذب قطر. هذه هي قادر عليها. شو بيرا ما تهدرش على عطال راح للدور القطري اللي بعث مسيرته الكروية، الله ينجحوا ولا شو غادي نقول لك، الله ينجحوا ولا على ما يقعد نتبع ولا او غادي يولي يضربوا نقولوا دايرين كلاسيكو ما بين كيما تعقلوا عليها ولا مي كانت هايشير بزاف راكم عاقلين عليها. نهار كان يلعب بليلي في قطر القطري وبنجاح في السد، ايا ايت مؤمن ايت قاسي قال لهم كلاسيكو الارض قطر القطري، انا فماك عرفتها بلي ماشي تايشير، راه ماشي تايشير، راه بعاليش راهم في رسالة
بعليش ولا فارس عنهم الله يحفظه ويستر عليه. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.